اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نروح لفقره ترند الاهلي واللي اتكتب على السوشيال ميديا على النادي الاهلي تحديدا النهارده، عايزين نتكلم عن مباراه امبارح امام فريق الانتاج الحربي. وفي الحقيقه هي مباراه كانت قويه جدا، فريق انتاج ظهر بشكل جيد في المقابل. بصراحه الاهلي ما كانش في يوم امبارح وما كانش في الاداء المنتظر منه من قبل الجماهير اطلاقا في الحقيقه، وممكن يكون ده امر منطقي نسبيا، ممكن يكون منطقي نسبيا بسبب طول فتره التوقف اللي كان عليها كل الفرق في الحقيقه. وحتى لما نيجي نلاحظ المباريات كلها في بطوله الدوري، يعني بنحب نتابع ونشوف، هتلاقي المستوى الفني مش اعلى حاجه خالص ومش احسن حاجه في الدنيا يعني. فمع تولي المباراه باذن الله واثقين كل الثقه في الجهاز الفني واللاعبين، لان هم في الحقيقه عاملين حتى الان موسم اكثر من رائع، والاهلي لم يتعرض للخساره اطلاقا. واثقين جدا خلال الفتره الجايه ان الامور هتتعدل وهتبقى في الاتجاه الصحيح تحديدا في الجانب الفني، لان احنا عندنا مجموعه من اللاعبين المميزين جدا في الفريق وعندنا جهاز فني غايه في التميز. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه الامور تسير بالشكل الجيد. وفي الحقيقه في ميزه في القصه بتاعت امبارح دي، يعني امبارح لما الاهلي اتعادل و يعني خسر نقطتين في المباراه وفي مسابقه بطوله الدوري، لكن في نفس الوقت لما السلبيات تظهر بدري وفي توقيت زي ده افضل ما تظهر في التحديات المهمه والمباريات الاهم. وطبعا اكيد انتوا عارفين المباريات الاهم هي مباريات دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان انت عندك اريحيه نسبيه، ودي نقطه مهمه قوي في بطوله الدوري بسبب فارق النقاط. ما حسمتش بطوله الدوري، انت ما حسمتش بطوله الدوري، لان الاهلي دايما احنا عارفين الاهلي ما بيحسمش البطوله غير لما يبقى فارق النقاط لا يعوض. حتى الان فارق النقاط لا قدر الله ممكن يعوض بالنسبه للنادي الاهلي، لكن احنا ماشيين كويس في بطوله الدوري. لكن التحديات الاهم باذن الله تتعالج فيها السلبيات بتاعه امبارح والاخطاء اللي بتظهر خلال الفتره الحاليه في المباريات الافريقيه، لان دي البطوله الاهم واللي بينتظرها دايما جمهور النادي. خلينا نروح نشوف ترند